الأستاذ كريم ديار الراحل الله يرحمه إن شاء الله، هو أحد من الفنانين والشعراء كمثل مثل أديب نقول، خدم البلاد في سنة الستينات والسبعينات حتى توفى الله يرحمه، خدم البلاد. والمجال الذي هو كان يختص به المجال الفن الخطاط والرسام، خدم البلاد. وهذا اليوم واليوم قام المتحف التربيبي بفتح معرض لإشغاله والأشياء الذي هو يستعمله في زمنه، ولهذا هذا ذكرى، وهذا يدل على احنا كمتحف واحنا كخطاطين ما ننسى ذكراهم وما ننسى افضالهم، لهذا خدم البلاد. طبعا هاي ذكرى زينة، طبعا هذا الشيء يعني واحد يفكره من القديم يعني، وشيء حلوة يعني. طبعا والله هاي بالنسبة إلي طبعا كلش رائع يعني، شيء حلوة يعني. هسه أشوف هذين المحلين هذين اللي محطوطات هنا، شيء زينة طبعا. هذا طبعا الأستاذ الخطاط المعروف، صح يمكن احكي لك عن شغلاته بالنسبه لارشيفه، عنده ثروه يعني ثروه كلش غنيه. استاذ مثل ما يقولون مثل ما نحكي بالجلف يقول تعبان على نفسه ومحب للفن، محب للفن. وبهالمناسبه احيي كل فنان، كل شخص، كل ضيف جاي يحيي هذا الذكرى، لأن لازم إحنا كلنا نقدر الفنانين، نقدر الأرشيف الفنانين، نقدر كل فنان اللي تعب على الفن، تعب بدون مقابل، ضحى بنفسه على مود الفن. فتحية لروح الطاهرة.